والمنافسين في العاصمة بانجيا، ثم مسجل 3 نقاط الغالية في بداية المشوار هنا في نفس الستاد الجديدة، 1-1 ومدغشقر في ذيل القائمة. من كرة أهداف، مدغشقر ما استحقتش تخسر، ولكن هدف الجزر القمر وأيضا المنتخب الجامبي. هذا أصعب اختبار للمنتخب التونسي. غسالة برشا خطيرة وفرصة وتعادل قريب وهدف التحية. ماتش مازال طويل ومازال فما هدف إن شاء الله من جانبنا. يمشي مميش أمان الله تمشي خطيرة، باري يا موسى يشوط كرة الأولى الثانية خطيرة وتصدى الحارس مميش. يلعب في بولونيا ومشى للدوري السعودي دوري روشن مع نادي التعاون. خط كامبيا حذاري مريح، برافو ياسين. ياسين مميش يمشي بالكرة، أمان الله مميش، عيسى ياسين مميش يلعب الكرة والتسديدة وتمشي كرة وخطيرة. مدرب اللي حقق الألقاب مع مختلف أفريقيا، درب أوغندا، درب أيضا عش معاه رفيعة وقف ما فهمش علاش، وخطيرة وفرصة وبرافو مميش، ممتاز أمان الله مميش. برافو مميش، هاك اللي كان ما نربحوش هاك ما نخسروش. تسديد صمتوا في حرم الجمال الجمال، تمشي كرة في وسط الميدان، تمشي سهلة للحارس مميش. ما نقدرش نطلع أكثر في المستوى أو في الليفو. دقائق لعب بالضبط في الشوط الثاني هنا في الجديدة، هدف لهدف مميش. العابدي مميش كرة ملعوبة طويلة، حذاري رد بالك، يخرج مميش، أمان الله مميش. ترجع كرة من مميش. مباراة شوط بشوط تفوق قارب في سن 25 عام، خاصة لما تكون مع موسى باري. تعديت مازال 4. حذاري بكرة، حذاري مميش، أمان الله موجود مميش، طار عليها مميش طيران. كانت كرة مباغتة وداخلة وصعبة، ومميش مازال عنده عودة عناصره الأساسية، مازالت عنده برشا خدمة باش ترجع تونس.